السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أخوان؟ اليوم أنا جبت لك الفيديو بخصوص نظام 11. أنا حاولت أعمل تنزيل نظام 11، الجهاز ترى قديم، ويندوز 10. يقول ويندوز لا يفي هذا الكمبيوتر حاليا بمتطلبات النظام 11، اللي السبب إيش؟ معالج غير معتمد لهذا الإصدار من ويندوز، ويجب أن يدعمكم الكمبيوتر TPM 2.0. معالج جيل قديم ولازم يكون كمبيوتر ادعم TPM 2.0. لو عندكم مثلا الرساله هذه ايش تسوي وانت تكون موجود بالويندوز 10، كيف تظبط المشكله؟ هذه اللي ريجسترين هنا بغى اضيفها في السيستم. اوكي، هذه اللي خطوات، خلينا اشرح لك. تكتب هنا تحت، تكتب هنا REGIDIT ريجيد اي تي، تضغط عليه، تمام، اطلع معك الريجستري. اوكي، وخليه يتبع الخطوات يا اخوان. اتش كي لوكال ماشين، هذه اللي اول شيء اتش كي لوكال ماشين، بعدين سيستم سيت اب ام او سيت اب، هذا اللي هنا اتش كي لوكال ماشين سيستم، تحت تلغاها سيت اب، وهنا تحت ام او سيت اب، هذا ام او سيت اب. داخل ام او سيت اب هنا ابغى اعمل واحد كي جديد، مفتاح جديد باسم هذه الاسم، تمام، اضغط يمين عليه، اعمل نسخ. اوكي، انا وبعد كده تايب حقها REGDWORD، اضغط يمين، اضغط نيو، وهذا هو DWORD 32 بت. ها تحت كيو دبليو، انسى هذه الدي دبليو او ار دي، تضغط عليه، وهذا الاسم من هنا نسخت من هنا ولصقها الرينيم، اضغط يمين ولصق هذا الاسم، وفاليو حقها بسوي واحد، اضغط ثلاث مرة وفاليو داتا، تضغط واحد، اعمل اوكي، سكر هذه، سكر، وبعد كده قفل هذه كمان. وان هنا ايش اسوي بعد ما خلص هذه؟ انا اعمل اعاده تثبيت تشغيل جهاز. انا عملت اعاده تشغيل جهاز. اوكي، بعد ما خلص اعاده تشغيل هنا احاول مره ثانيه تثبيت نظام ويندوز 11. الويندوز 11 يا اخوان اللي عندي موجود، انا حركت عن طريق موقع مايكروسوفت، انا اشرك الطريقه. لو تثبت هذه الحين ما اشرك الطريقه كيف تنزل ويندوز 11 بالفلاش، طريقة سهل جدا وما في شيء صعب ان شاء الله. خلينا نشوف الحين ابدا عملية تثبيت نظام 11 ولا لا. خلينا نفتح الجهاز وبشوف ان شاء الله الحين. طيب اوكي، دخل جهاز الكمبيوتر وعندي موجود فلاش ميموري، الذاكرة في المشبوك مع الجهاز. هذه اللي سيت اب، هذا اللي ويندوز اللي انا حركت في الفلاش، اضغط على سيت اب مرتين. هذا العملية يعمل ترقية مباشر بدون ما احذف ملفات، بدون ما احذف شيء، من نظام 10 الى نظام 11. جارية التحضير، وبعد كده اضغط تالي، اتحقق من وجود تحديثات. فحص الكمبيوتر، كان اول هنا يطلع الخطأ. طيب الحين يقول يجب ان يدعم الكمبيوتر TPM 2.0. هذا اللي كمبيوتر لازم يبغى له تحديث فرموير. اوكي، الحين هذا المشكله واحد خلاص اللي كان قبل شيء حق المعالج، باقي هذا TPM 2.0. انا ابي الحين اعمل تحديث فرموير حقها، ادخل على جوجل كروم وانزل فرموير من الموقع. لو انت عمل تحديثات من هنا، عمل تحديثات، ترى هو حدث فرموير من نفسه. اوكي، بس ممكن يطول، عشان كده انا
اسامي تحميل يدوي فيرموير support.dell.com. ادخل موقع دل نشوف الموديل جهاز ايش. هذا موديل جهاز اوبتيبلكس 7050. درايفرز طب هذا الموديل حقنا لازم عدد زي كده فاين درايفرز. طيب من هنا انا هذا فرموير عدلت فرموير. شوف هذه هو طلع معانا تيب دل تي بي ام تراستد بلاتفورم موديول 2.0 ابديت يوتيليتي. اوكي هذا اللي اول واحد انا عمل داونلود وسوي تحديد علشان الخطا حق 2.0 اثبت. اضغط داونلود سوي تحميل ويقول ترتيب الفيرموير. خلاص اضغط موافق و سي بي ام كوال كويري فيل ذا بورتنج في مشكله. طيب خلاص انا بايش اسوي الحين؟ انا بسوي تحديث النظام عن طريق هذه بسوي تحديد فيرموير. شوف هذا هو هنا برضه بالتحديد دل فيرموير هلا عملية تثبيت معلقا تثبيتها الان. بشوف انا عملت تثبيت تحديثات وهو عمل تحديد فيرموير من نفسه. خلي كمل العملية هذه. بعد ما كمل العملية هنا ابدا تثبيت نظام 11. لازم يكون عندك يا اخوان نظام 10 يكون محدثة تمام. انتظر الين كمل تثبيت التحديثات جديد. طيب يا اخوان تحديث تم تثبيت خلاص. يبالو اعادة تشغيل. خلينا نضغط اعادة تشغيل و الرسالة الحين getting windows ready جارية لتحذير النظام تحديثات جديدة. بعد ما كملت تحديثات انا هنا احاول مرة ثانية اعمل اعادة تثبيت نظام windows 11. خليك معي بالفيديو وانتظر الين نكمل الخطوات هذه. طيب هذه اللي خطوه اللي انا ابغى اوريكها. هذا الحين يقول updating your firmware do not power down your system. انتبه هل بالعمليه هذه لا تعمل ايقاف تشغيل جهاز او لا تفصل السلك الكهرباء نهائي. لو توقف الكهرباء بالوسط العمليه هذه ترى راح خرب اللوحه الرئيسيه. عرفت هذا اللي هو اللي انا قلت لك اول تي بي ام 2.0 هو عمل ترقيه. انتظر الين نكمل العملية هذه وانتبه لا تفصل اسلاك كهرباء نهائيا. في خطوة واحدة ثانية يا اخوان نسيت ما قلت لك اول. تضغط F2 بالجهاز دل. لو عندك جهاز دل تضغط F2 من البداية وتدخل البايوس. اتبع لي خطوات اللي هنا براها اشرها الحين. عندك هنا بوت سيكونس لازم يكون موجود UEFI نظام يكون مثبتها في UEFI. وبعدين advanced boot هذا enable JC options room هذا خليه uncheck. بعدين secure boot لازم يكون secure boot enable تمكين. وعندك شيء اخر security في المكان سكيورتي تلقى هنا تي بي ام 2.0 لازم يكون خليه اون. اوكي تضغط ابلاي تضغط اوكي واعمل اكزيت. بعد ما تحديث فيرموير لازم تشوف الخطوات هذه وخليه يشتغل الجهاز. ومن هنا ابدا العملية مرة ثانية.
اللي كان يجي أول خطأ اللي ترين هاجات. طيب الحين ما جاء خطأ يا أخوان، شوف الحين يجي الشعارات وشروط ترخيص المتبقى، تضغط القبول. يقول احتفاظ ملفات، احتفاظ ملفات شخصية فقط لا أي شيء. طيب خليه هنا احتفاظ ملفات شخصية فقط، تضغط التالي، تضغط نعم. خلاص اوكي، هنا بداية العملية حق تثبيت نظام 11، هذا ممكن يستغرق ربع ساعة او ثلث ساعة. خلص العملية هذه، بعد كده ان شاء الله راح اثبتها بندوز 11، جهاز اشتغل واطفي وراح اطلع معاك بندوز 11. الحين في شيء هنا ابغى اوريك كيف تنزلها ويندوز 11 في الفلاش. تكتب هنا داونلود بالانجليزي، داونلود ويندوز 11. اوكي تضغط عليه وتحميل من هنا المساعد حق النظام. اوكي تضغط مساعد حق النظام واتباع الخطوات، من هنا تقدر تنزلها ويندوز 11. طريقة سهل جدا، انا اسوي لك فيديو بعدين واحد تاني بالخصوص تنزيل ويندوز 11 ماشي. انا هنا هذا فيديو راح كبير مره، ما انا اقدر اكمل الفيديو هذه، بشوف لك فيديو ثاني. هذا التحديثات الشغالة شغاله ويندوز 11. لو عندكم في اي سؤال بالخصوص تثبيت نظام 11 تسال في التعليقات تحت، انا اعطي جواب ان شاء الله. لو في تعلمت شيء في الفيديو هذه اعمل لايك. شكرا يا اخوان، بالتوفيق، مع السلامه.